السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا ما زلنا في حجم المنشور اللي هو الثلاثي القائم. حكينا يا مس الفرق انه اول شيء بحكي لي منشور ثلاثي، يعني يا مس انه منشور ثلاثي يعني زاويته مثلثة الشكل، وعرفنا انه مساحة المثلث تساوي نصف في طول القاعدة في الارتفاع، وقلنا الحجم هو يساوي مساحة القاعدة في الارتفاع. الحجم حكينا نذكر حجم المنشور، نذكر مع بعض المنشور الثلاثي، نذكر مع بعض حجم المنشور الثلاثي اللي هو مساحة القاعدة اللي هي عبارة عن مثلث اللي هي نصف في طول القاعدة في الارتفاع اللي هي طبعا، والحجم مساحة القاعدة نضربها في الارتفاع. وأخذنا تدريب رقم واحد وحلينا تدريب رقم واحد، وحكيت لكم أنه عليكم تحلوا السؤال الأول اللي هو كان عندي اللي هو السؤال اللي اسمه اللي هو إيش اللي هو كان ألف بس، عشان أنا ما أخذتش إلا حجم المنشور وما كملتش الدرس اللي هو اليوم بدي أخذ مساحة السطح أو سطح المنشور. مساحة السطح المنشور في عندي مساحة السطح يا بتكون جانبية أو بتكون كلية. أول إشي لو نأخذ المساحة الكلية، المساحة الجانبية، المساحة الجانبية للمنشور. نأخذ أول شيء المساحة الجانبية للمنشور. لا طبعا المنشور الثلاثي، احنا لحد الان بنحكي عن المنشور الثلاثي، ما حكيناش منشور ايش. اول شيء لما اقول لك في مساحه جانبيه يعني حول الايش، حول الشكل. لما قلنا حول الشكل ايش كنا ناخذ يا ثامن في سادس؟ كنا نقول حول الشكل يعني اني انا بدي محيط، ما بدي مساحه، محيط القاعده انا بدي محيط قاعدته، محيط القاعده. أنا شو بدي أمس؟ أنا عندي بدي محيط القاعدة. شو بدي أمس؟ محيط القاعدة، وبعدين بضربها في الارتفاع. أعيد مرة تانية كلمة مساحة جانبية، إني أنا بدي محيط الشكل لإيش اللي يحيط فيه، الشكل اللي يحيط فيه. مساحة المساحة الجانبية هي محيط الشكل أو محيط عندي قاعدة، محيط القاعدة. طيب أمس، طيب محيط القاعدة كيف بدي أطلعها؟ أنا لو جيت عندي محيط أي شكل حتى لو مش منتظم، محيط القاعدة هي عبارة عن مثلث أو أي شكل، بلاش مثلث، محيط القاعدة شو مكان أي محيط اللي هو مش منتظم بسميه بقى أجمع مجموع أطوال الأضلاع. شو بعمل يا مس؟ مجموع أطوال الأضلاع، معناته أنا يا مس أنا بدي أطلع محيط أي شكل غير منتظم لازم أطلع مجموع اللي هي أضلعه، مجموع أضلعه. طيب هاي المساحة الجانبية. طيب بعد هيك لو قال لي أعطيني المساحة الكلية، لو قال لي أعطيني المساحة الكلية شو بتساوي يا مس؟ المساحة الكلية بتساوي المساحة الجانبية. طبعا زائد هون نجمع معها مساحة القاعدتين، مساحة القاعدتين ضرب ولا جمع يا مس؟ لا جمع يا مس. نعيد مرة تانية، المساحة الكلية تساوي نفس، انتوا لو تتذكروا في سادس نفس متوازي المستطيلات، نفس اللي هي قوانين متوازي المستطيلات نفسها بالضبط، بس بدل إنها رباعي أو مستطيل، بدل ما أطلع مساحة المستطيل أو محيط المستطيل بطلع محيط ومساحة مثلث لأنه اسمه ثلاثي. بس هذا الفرق، مساحة الكلية تساوي المساحة الجانبية زائد مساحة القاعدتين زائد مساحة القاعدتين. طيب يا مس شو هذا الحكي بدك تحكيه؟ خلينا نشوف إيش بدنا نأخذ تدريب اللي هو رقم 2. الكل معاي على تدريب رقم 2. فتحت على صفحة رقم، تفتح لي يا مس على الصفحة اللي هي تدريب رقم 2 صفحة 2 صفحة
101 مع بعض. سؤال بحكي لي مس، انتبه علي. سؤال بحكي لي المساحة، المساحة منشور ثلاثي مساحة سطحه الكلية أيوة تساوي 48 سنتيمتر مربع، ومساحة سطحه الجانبية تساوي 36 سنتيمتر مربع. المساحة، المساحة الكلية سنتيمتر مربع آسفة، والمساحة الجانبية سنتيمتر تربيع 36 سنتيمتر تربيع. جدي مساحة القاعدة، أعطاني المساحة الكلية وأعطاني المساحة الجانبية، بقول له المساحة الكلية شو بتساوي يا مس؟ المساحة الجانبية هي نفس القانون اللي أنا حكيته الآن زائد مساحة القاعدتين. خلينا نشوف إيش أعطاني. حقرأ أول إيش حطيته القانون وحقرأ إيش أعطاني. أرجع تاني مرة وأعيد شو أعطاني، شو أعطاني يا مس. قال لي منشور ثلاثي مساحة سطحه الكلية، يعني وين أحط الكلية؟ تحت المساحة الكلية سنتيمتر مربع يساوي ومساحته الجانبية 36، هحط 36 كمان سنتيمتر مربع زائد. طيب أوجدي أو جد مساحة قاعدتين. مساحة القاعدتين مش موجودة، مساحة القاعدتين لازم أكتب القاعدتين مش قاعدة واحدة، قاعدتين مش موجودة. تحكي لي يا مس إيش أعمل؟ بقول لك دائما أنا بحب الإشي اللي مجهول بده يضله لحاله، معناته أنا 48 موجودة هون سنتيمتر مربع، بدي أجيب لها مين؟ بدي أجيب لها اللي هي 36، هي موجبة تنتقل إلى مكان آخر بالسير يا مس سالبة زي ما تعودنا على هذا الحكي، تساوي مساحة القاعدتين، تساوي مساحة القاعدتين. نيجي يا مس هون عندي اللي هي 48، بدنا أطرحها من الإيش 8 ناقص 2، وهون 12 اللي هو سنتيمتر مربع اللي هي مساحة، مساحة القاعدتين، مساحة القاعدتين. طيب أنا يا مس بدي مساحة قاعدة واحدة، بدي مساحة قاعدة واحدة، أنا عندي القاعدتين 12، أنت القاعدة واحدة 12 على 2 تساوي 6 سنتيمتر مربع، لأنه هون لسه إحنا بنحكي عنها سنتيمتر مربع، معناته أنا هون عندي مساحة القاعدة الواحدة 6 سنتيمتر مربع. فهيك أنا طلعت له بكل سهولة، أنا طلعت له بكل سهولة إني طلعت له مساحة قاعدة واحدة بقانون بسيط، وقلت له أنا مساحة، المساحة الكلية أعطتني إياها وأعطتني المساحة الجانبية، في عندي المساحة الكلية تساوي المساحة الجانبية زائد مساحة القاعدتين، المساحة الكلية موجودة، المساحة الجانبية موجودة، بطلع مساحة القاعدتين بكل سهولة بخليها لحالها وبقسم على 2 عشان أطلع مساحة قاعدة واحدة. فهيك إحنا عرفنا إيش المساحة الجانبية للمنشور، هي تساوي محيط القاعدة ضرب الارتفاع، هاي أهم قانون. القانون الثاني اللي هو زي ما حكيت لك المساحة الكلية اللي هي المساحة الجانبية زائد مساحة القاعدتين، هدول القوانين أي شيء بده إياه بطلع له من هاي القوانين بكل سهولة زي ما شفنا في تدريب رقم 2 اللي هو حليناه مع بعض وطلعنا مساحة القاعدة الأولى. طيب أنا عندي مس كان عندي سؤال اللي هو كان سؤال رقم 1 اللي هو نحله مع بعض، نحاول نحله مع بعض اللي هو نحكي معاه بلاش فيش مجال يعني هون فكرة. بلاش هاي أيوة هنحل السؤال مع بعض في الزائدة هاي أيوة سيبنا من العنوان. الآن عندي السؤال بقول لي السؤال رقم 1، نفتح كتابنا على صفحة رقم 102 نأخذ السؤال الأول. بقول لي منشور ثلاثي، خلينا نحكي مع بعض. منشور ثلاثي أعطاني أبعاده، إيش يعني أبعاده؟ هاي كتب لي الطول والعرض والارتفاع، يعني 6 سنتي طول، وأعطاني العرض 8 سنتي، وأعطاني الارتفاع اللي هو 10
سنتي. ورجع قال لي ارتفاعه عين عين، أعطاني إياه 11 سنتي عين، يعني أنا كل الإيش المنشور. أنتوا عارفين إيش ليش مثل ما أنت قلتي الطول والعرض والارتفاع، هذا الطول والعرض والارتفاع للقاعدة، هاي عن أنا أبعاده للقاعدة. قال لي منشور ثلاثي أبعاده أبعاد قاعدته طول وعرض وارتفاع القاعدة، ولكن لكن هو ارتفاعه 11 جدي مما ما يأتي، جدي ما يأتي. واحد حجمه، حجم المنشور يعني حجم المنشور أخذنا هذا، هاي يساوي اللي هو مساحة القاعدة ضرب الارتفاع، مساحة القاعدة ضرب الارتفاع، مساحة القاعدة ضرب الارتفاع. القاعدة كيف بدي أطلع مساحتها يا مس؟ بكل سهولة إني أنا يا مس عندي القاعدة اللي هي اللي معي شوي صغيرة، عندي مساحة القاعدة يعني مساحة اللي هو المثلث اللي هي نصف ضرب طول القاعدة اللي هي عندي 8 في الارتفاع اللي هو 10، فأنا عندي طبعا ضرب اللي هو 11. هون احنا بنطلع نص 8 اللي هي 4 في 10 اللي هي هو 8، صح كلي 8 8 6 مش 8 6 نص القاعدة، نص القاعدة في الارتفاع، ولا شو أعطاني هاي 6 8 10، نعم نص القاعدة في الارتفاع، هاي نص في القاعدة، نص في القاعدة 6 آسفة في 8 في الارتفاع اللي هو 10، في الارتفاع اللي هو 10. هاي بدي أطلع، أنا بدي أطلع مساحة، هون بدي أطلع مساحة لإيش المثلث، شو بدي أطلع مساحة المثلث، نصف القاعدة في الارتفاع، نعم نصف القاعدة، نصف القاعدة اللي هي 3 هون طبعا، نص الستة 3 في اللي هو في 8، 8 اللي هي في اللي هي 24، نعم في اللي هو 24، نعم نعم نصف القاعدة في الارتفاع اللي هو 24، نعم المثلث الذي أطواله 6 سنتي 8 سنتي 10 سنتي، هو على التوالي هي 6 سنتي 8 سنتي ارتفاعه 11 سنتي. طيب ها الآن أنا أعطيت يمس اللي هو 8 في 10 اللي هو 8 سنتيمتر مربع. نيجي يمس هون حجمه شو بيساوي؟ حجمه بيساوي مساحة القاعدة اللي هي 24 في 11 تساوي اللي هي 206 سنتيمتر تكعيب، لأنه حجم. هاي هي اللي أخذته بالحجم، لكن اليوم بدنا نأخذ كمان اللي هي باء. شو باء بده؟ باء إيش بده؟ هاي ألف، هاي مس ألف، هاي ألف بدي باء، بدي باء، هاي ألف بدي باء. باء شو بقول لي مس؟ بقول لي مساحة سطحه الكلية. ليش أعطاني أنا العشرة هاي؟ عشان في عندي سطح اللي هي أبعاده اللي هي طوله وعرضه وارتفاعه اللي هي ليش يا مس؟ اللي هي المحيط، عندي مثلث عبارة عن مثلث عندي أطوال أضلاعه 3، نعم. فأنا عندي بدي أطلع المساحة الجانبية، المساحة الجانبية زي ما عرفنا أنه بتساوي محيط القاعدة، محيط القاعدة ضرب الارتفاع اللي هو عين. محيط القاعدة قديش يا مس عندي محيط القاعدة؟ بدي أجمع 6 زائد 8 زائد 10 وبعدين أضربهم في عين اللي هي اللي هي قديش مس عين؟ قديش هو أعطاني؟ قديش عين أعطاني إياها؟ 11. محيط القاعدة في الارتفاع 11 مش 9، 11، نعم. القاعدة 6 1 2 اللي هو عندي مساحته الكلية اللي هي 6 زائد 8 زائد 10، نعم 6 زائد 8 زائد 10 اللي هي بتطلع لي مس عندي اللي هي 6 و 8 و 10 اللي هي بتطلع لي 24، حضربهن أنا في 11، في 11 حتطلع لي مس اللي هي 206، 204 في 11 بتعطيني 204
وإيش وستين أنا طلعتها قبل هيك اللي هي السين سنتيمتر تربيع. طيب هذا الحكي طلعته، إيش طلعتي هذا الحكي يا مس؟ هذا طلعت أنا المساحة الجانبية. طب أعطيني المساحة الكلية، بدي المساحة الكلية. المساحة الكلية شو بتساوي؟ المساحة الجانبية زائد مساحة الإيش؟ القاعدتين. المساحة الجانبية زائد مساحة القاعدتين. المساحة الجانبية أنا طلعتها، المساحة الجانبية أنا طلعتها، أنا طلعتها 264 زائد المساحة الكلية. وينها يا مس المساحة الكلية؟ آسفة، مساحة القاعدتين. القاعدة قديش طلعت معك يا مس؟ هيها هيها القاعدة مس، خليني أعطيك لون تاني. القاعدة طلعت معك هيك يا مس، شايفينها؟ هاي القاعدة اللي هي طلعت 24، 264 24. لكن أنا ما بدي مساحة واحدة، بدي مساحة قاعدتين. شو بدي يا مس؟ مساحة قاعدتين، مساحة قاعدتين، قاعدتين. ليش ضربتها باثنين؟ عشان مساحة قاعدتين. فبقول له هون اللي هي بالشكل هذا بدها تطلع 48 تساوي 312. طلعت معايا المساحة بالسنتيمتر مربع. فأنا أول شيء مس حجم المنشور سهل، مساحة القاعدة في الارتفاع، مساحة القاعدة نص طول القاعدة في الارتفاع، بس هاي في الارتفاع، مساحة طول القاعدة في الارتفاع. نيجي مس أنا هون ما عندي هاي، هاي مساحة المثلث نص طول القاعدة في الارتفاع. جيت هون حجمه اللي هي مساحة القاعدة اللي طلعتها أنا في الارتفاع اللي هو ارتفاع اللي عندي لكل اللي هو المنشور. نيجي عند المساحة الجانبية محيط القاعدة 6 زائد 8 زائد 10، بضربهن في الارتفاع اللي هي أي محيط. حكيت لك من أول إنه أي محيط، أي محيط مجموع أضلاع اللي هو الشكل اللي هو عندي الشكل 6 8 و10 اللي هو 3، طبعا 3 أضلاع. 24 ضربتها في 11 طلعت 264، 264. نيجي هون المساحة الكلية، قلنا المساحة الجانبية زائد مساحة القاعدتين. يعني أنا أول إشي المساحة الجانبية هي موجودة هون، هيها طلعتها أنا. المساحة القاعدة الأولى طلعتها أنا اللي هيها 24، ضربتها في 2. ليش ضربتها في 2؟ لأنه قال لي بدي قاعدتين وليس قاعدة واحدة، فجمعت له المساحة الجانبية زاد مساحة القاعدتين، ضربت المساحة الأولى في 2 طلعت 48 وجمعتهم مع بعض طلعت لي المساحة الكلية. وهيك مس أنا خلصت تقريبا، فهم عرفنا كيف نحل. هاي بدي كمان أنت تحل معايا صفحة 102، تحلي لي السؤال اللي هو الثاني، حللي السؤال رقم 2. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.